عدنا لكم مشاهدينا الكرام. لا والله يا اخوي خلفتنا. عدنا لكم بعد الفاصل، حياكم الله في فقرة شاهي وبسراج ومقدمكم الجميل المبدع مفلح المشعلي. السؤال عندك يا ناصر الحربي، يقول ابو نايف فزلان ضبط الشاهي. ابو نايف تقهوى شاي عشان يروق، يجاوب صح. ما اسم اول ملعب رياضي شباب؟ تكفون الصوت. ما اسم اول ملعب رياضي يتم انشاءه داخل المملكه؟ ملعب الملك فهد، ملعب الصبان، ملعب نادي الحزم، ملعب الملك عبد الله الدولي، ملعب الامير محمد بن فهد، ملعب نادي الشعلة، ملعب نادي النجمه. سؤال صحيح يا شباب. ها ملعب الملك فهد. طيب لحظة، ملك فهد وش الصبان؟ لا ملك فهد. نثبت خلاص، نثبت خلاص، والله ما نثبت يا اخوان. الو نثبت. إجابة ألف مبروك خاطئة. يا سلام، كفو والله فخور بنفسي يا أخي. الجواب هو ملعب الصبان. عندي السؤال عندك السؤال عند بدر ولا فهد يا إخوان؟ عندي أنا يا شيخ. ترتيب كاكاو والكاكا قبل شيء. طيب عشان بس الترتيب بس. إيوه أنا خلاص تعال قبله يا اخي خلاص انا. طيب بدر يلا عندك يا فهد. تحيه للراوي الجميل فهد معين. الله يستاهل. يا معين. طيب السؤال يقول يا ناصر دخل جوالك لا تغش. ما السؤال يقول؟ السؤال عند الفريق الثاني ما بغش. تم تاسيس اول كليه لتعليم البنات في مرحلة الجامعية بالمملكة؟ جدة، القصيم، الطائف، الرياض. جدة القصيم، الطائف، الرياض. أنت مكرر الإجابات. تبوك. جدة. جدة. إيه. نثبت. إيه. ثبتوا الإجابة يا إخوان. جدة اللي على اليمين ها؟ مش اللي على اليسار. ألف. يفرق الموضوع. مبروك لفريق. حياك الله دحام الضحك ومساعد الزهب. حياكم الله. عطنا الإجابة وشي وفيصل بن هدلان. إجابة خاطئة. طيب الله وجهك. الإجابة الصحيحة هي الرياض. طيب مرتين جاب. طيب نعم. السؤال اللي بعده عندك يا مساعد ولا سالم؟ عند مساعد ولا سالم؟ طيب مساعد الزهب اللي تشوفه. لبيك يا مساعد. الله يلبيك. كيف رجلك اليوم؟ رجلي الطيب لا شفت الرجلي الطيبين. الله يطول عمرك. وانسى من همي وانسى من حزني. خلاص سكت والله الرجال. طيب جلسة. السؤال يقول عند مساعد ما ادري متى تم انضمام المملكة العربية السعودية للجامعة العربية؟ عام 1363، 1364، 1365، 66، 67، 1467، 67 وراس ميشوش جعله يهمه. 1467. نعم. نثبت ما نقول كلمه لو حنقدها. يا اخي انا يعجبني ذكاء مساعد ولكن مع العلم اجابه سخطه خاطئه. عنده سرعه بس بدون بديهه. اجابه خاطئه. اربشتني انا بغيت اطير معك. طيب السؤال اللي بعده عندي فيصل. لا الاجابه الصحيحه سؤال عندك هي 1364. طيب السؤال اللي بعده عند بدر المطرفي. لا قد روح يا رجال. عند فيصل. عند انا لا بريك. لا اول مره لا بريك. عندي اوكي خلاص. فيصل افتح المايك. تم عند فيصل بن هدلان. طيب فيصل السؤال يقول افتح المايك يا فيصل. فتح. ننتقل بعده لين يصلح المايك. انا اخاف. طيب انا اخاف من عندك يا حسين حسين السرحان. لا عبد الله لا تجاوز. طافي مايك يحكي. طيب نعم هذا ما غيره وتعال يا فيصل. غيره وتعال انت بتكون بعده. غيره يا شباب يبونك. خلاص غيره وتعال. سم غيره وتعال. طيب السؤال اللي بعده بسم الله الرحمن الرحيم عند حسين ابو سلطان. غير احجارك وتعال. ما هي حسين ما هي عاصمة دولة بنغلاديش؟ دكا
لفيف طرابلس طهر دكا 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 هذا ما شاء الله عليه دكا 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 إجابة صحيحة إجابة صحيحة ألف مبروك طيب صحيح لا تكون خاصة السؤال اللي بعده ما السؤال اللي بعده عندك يا سالم ابو حزام السؤال يقول يا شباب يا شباب 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 عليك زود تقاطع الاصوات قسم بالله خلاص طيب ما هي عاصمه الو ما هي عاصمه الصين بيجين موريني يعني بكين طرابلس طهران بكين 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 او بيجين العب ابو حزام العب ابو حزام الف مبروك لفريق الاساطير كفو يا ابو حزام اجابه صحيحه يا مفلح مفلح عندك تفضل 70 مليون نحن هذه المناطق طيب دقيقه يا شباب تفضل يا فهد تفضل تفضل شباب الصوت تفضل فهد تفضل يا مفلح السؤال هذا قد جاء في هذه الفقره مرتين راجع الاخوان في الدار الارضي ان شاء الله هذا واضح حقك ما يضيع اي عند مسبب علي هو يعرفه بس تقاعد مسبب الحين ولده طيب علي شب طيب السؤال اللي بعده يقول حط ولده بداله يلا معاشر طيب جمهورنا الان من متقدم يا اخوان كم كم بغض النظر لحد الان الفريق المتقدم فريق مبدل ايه كوا يا بدر اه يا بدر سؤال سؤال شباب 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 الو 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 خلاص يا شباب احنا ورانا سحور احنا بنصوم 16 ساعه احنا ورانا سحور تفضل يلا السؤال عندك يا دحام الضحك مرحبا يا ابو عبد الرحمن زود عدل بيجي فيصل بياخذه طيب السؤال يقول ما هو لون الشمس ابيض اصفر برتقالي احمر اخضر ابيض 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 اجابه صحيحه طيب شباب خلاص خلاص بيض الله وجهكم السؤال عند عند عامر ناصر ولا عامر ناصر لا عند عامر عامر طيب ناصر السؤال يقول عند ناصر الحربي ما هو اكثر الكواكب سخون المريخ عطارد الزهره نيوتن بلوتو زحل اورانوس وانت في اسمه اورانوس مسخن هو طبعا عطى بنادول يا غالي عطى بنادول اقول ها بنادول عيال السؤال هنا مو بعندي لا عندك انت عندي انا ايه سخون ايه ما هو اكثر سخون سخون ما هو اكثر الكواكب سخون سخونه 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 الزهر سخونه سخونه الزهره ها يا سلام الزهره جاوة جاوة الزهره مع الاسف اجابه صحيح مع الاسف مع الاسف مع الاسف اجابه صحيحه يا العبد والله وحش يا مرجان والله وحش ابشر ابشر دقيقه ابشر تفضل احسن السؤال انت الان قلقل وش عندك مذيع منصف ولا ولا افرض عليك حاجه تفضل السؤال وجهته لناصر وجاوب عمران ليه عمران هناك عمران هناك انا ابغى انصافك ما ابغى شيء ثاني وليحيى العدل شكرا طيب عشان كذا حصل ناصر وفريق الاساطير لانهم جاوبوا متاخر على 100 نقطه يا رجال ما شاء الله وليس 200 مالك منا احنا نبي نلغي ال 100 طيب راجعني في الدور الارضي انت وفهد يوم الاحد يوم الاحد باذن الله طيب يحيى عامر يحيى عامر عند مين يحيى عامر عند زايد بن سابر يحيى عامر من يحيى عامر غير مشهور يحيى عامر مين الو يحيى عامر جميل طيب زايد بن سابر ها وانا مغمض بجاوب مرحبا ومشهلا طيب ما هي أكثر دول العالم إنتاجاً للفول السوداني؟ مصر، الهند، مصر، السودان، الهند، الصومال، نيجيريا، بلغاريا، أثينيا، أثينيا. الفول السوداني؟ إيه. المقمر، الحمص ولا الثاني؟ إيه. عيونكم على الشباب يا شباب. أتوقع أتوقع دقيقة خلنا نشوف. للفول السوداني وليس الحمص. الصومال. لا الصومال. الصومال. ما في ليبيا. إلا الصومال. شكراً. صح. شو اسوي يا ربع طيب شباب
الفول الصومالي قال لك الصومالي، قالوا فول صومالي ولا فول سوداني؟ احد غششه؟ غبيه؟ لا مو سوداني. احد غشش يا شباب؟ لا والله ما حد غشش. جاوب غلط، جاوب غلط، غلط، جاوب غلط، قال الصومال لا شيء ولا مرش. طيب طيب اول شيء اول شيء طيب دقيقه لا صلوا على رسول الله. اول شيء دخل ابو السودان، اول شيء شباب شباب ما في سودان يا ولد، سودان ما في خلاص يا زايد اسمع الكلام، احترموا الفقره هنا، انا رئيس الفقره وانا جايبها، اسمعوا الكلام خلاص خلاص يا ولد لا تسمع. اولا ليتك يا معاذ يوم غششت غششت صح، اول شيء الاجابه خاطئه ولا نفعت، اجابه خاطئه للفريق البدري. ايه 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 مساعده 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 السودان ما في سودان يا سلام. الهند 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 يا ابو سعد اسمح لي ابو سعد بس حصل خلاص تسمح لي يا ابو سعد. ابو سعد انا فخور فيك يا عمران. ابو سعد يا قلبي ابو سعد. طيب السؤال اللي بعده في اسئله سكيب ليه اعطونا السؤال اللي بعده شباب تسمح لي بس دقيقه ابشر برجع لك. طيب سام الان مشاهدينا الكرام انتقلنا الى الفقره الثانيه في فقره شايب وسراج اللي هي